شوفي انا ما بستحي منك، انت حرمتي هيك. انا بصراحه كنت افكر وكنت خايف وانا افكر ان ترشيح وكيل الوزاره يروح حق شخص ثاني غيري وكذا انا بتسيبل تسيبيله وبتبكبك تبكبيك. كانك مواثق في ابوي وعلاقاته. ابوي الله يحفظه ويخليه ويطول بعمره. ابوش فديته اثق فيه، الله يخلي لينا ويطول في عمره لينا والله يحفظه لينا. ابوي وعدني انك وكيل الوزاره المره الجايه. هالموضوع ما ابيك تفكر فيه مره ثانيه، فهمت؟ هي فهمت فهمت، كان ما حد عنده ابو غيرش الله يخلي لينا. ويلا وراك قعده الصبح، لا تسهر. ان شاء الله ان شاء الله. الحين بسي فوق وبنخم التخميده وبرق الترقيده. حياتي صارت انت اللي تتحكمي فيها، تمشيني على كيف ما تبي. انا ريال سكاني حرمتي، خذيتش على طمع، الحين ياس ادفع ثمنه. حتى الترقية والوجاهة ما اعرف استانس فيها.